أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. رح نبدأ بالحديث عما جرى في السلط، عملية السلط التي بدأت من خلال قيام مجموعة متشددة إرهابية بوضع عبوة ناسفة في موقع دورية أمن ودرك مشتركة على طريق الفحيص، وأعتقد أن هذه الدورية كان منوط فيها اللي هي قصة الحماية لمهرجان الفحيص الثقافي. انفجرت العبوة وأسفرت عن استشهاد رقيب دركي من قرية سوف من جرش من القواقزة، الله يرحمه، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله. بعد ذلك تحركت الدولة بأجهزتها الأمنية واكتشفت أن هناك خلية في السلط، وتمت محاصرة الخلية، وشفنا كلياتنا الأحداث التي جرت. الدولة في روايتها قالت أنهم كانوا يعدون لعمل إرهابي كبير، حتى الآن تفاصيله مش معروفة، وباعتقادي بعد التحقيق سنكون ربما نطلع على بعض ما قيل. وأسفر عن استشهاد هذه العملية وهذه المداهمة عن استشهاد 4 من الأجهزة الأمنية، ومن قبل الإرهابيين أظن قتل 3 وتم اعتقال آخرين. هسا إحنا بالنسبة لنا العملية تفصيلاتها ومين هذول وأسماءهم ومين وراهم متروكة للتحقيق، وقد يطلعون عليها أو لا يطلعون عليها، لكن هناك قراءة باعتقادي أنها تحليلية لا بد أن تكون عميقة لهذا الحدث، وهو ليس الأول في الأردن، بالعكس في الآونة الأخيرة كان في أكثر من حدث. كلنا يتذكر قصة الكرك والقلعة، قبل ذلك ما جرى في إربد من مداهمة، عملية الركبان التي أسفرت عن استشهاد عناصر من الجيش العربي، عملية مخابرات البقعة. بمعنى أننا في الفترة الأخيرة أصبحنا على تماس مباشر مع هذه الجماعات. واحدة من أجندات الدولة التي كانت تعمل عليها مكافحة الإرهاب، وكانت الدولة تقوم بهذا الأمر تقريبا من عام 2001 منذ أحداث 11 من سبتمبر. وبالتالي هناك أسئلة كثيرة تترك للتحقيق. هل الجماعة هذه مثلا تابعة لداعش تنظيميا؟ سؤال يجاب عليه بالتحقيق. أم أنها خلية نائمة إلها علاقة مباشرة بالسلفية الجهادية وليس بداعش، وبالتالي تتابع المسألة الاجتماعية؟ وهذا كان موجود في الأردن في التسعينات لما نحكي عن جيش محمد، ونحكي عن بعض التنظيمات اللي فجرت سينمات وخمارات، بمعنى أنها جماعات سلفية جهادية متشددة، قد تكون تكفيرية وهي تكفيرية، لكن بتروح للمسألة الاجتماعية، مش عاجبها المهرجان ومش عاجبها التبرج ومش عاجبها. أم أن العملية سياسية، بمعنى أنه هناك الآن خلايا نائمة بدأت تتحرش في الأردن على اعتبار الدور الأردني وعلى اعتبار علاقة الأردن في داعش أو الحرب مع الإرهاب، لأن الأردن جزء من التحالف في الحرب على الإرهاب وعلى داعش. هذا ببين بالتحقيق، وبعرفش رح يطلعون عليه أو ما يطلعون عليه، لكن مسألة مهمة جدا أن نعرف حادثة السلط، اقتحام السلط وقبل قصة الفحيص، فيها كثير من الرسائل. أولا أن الأردنيون لا زالوا يملكون مخزونا من الشهداء، هؤلاء المنتسبون للأجهزة، وهذه طبيعة الأردني في لحظة العسرة يدافع عن بلده، لا يترددون في ذلك. ولذلك قصة أنه عندنا مخزون انقدموا شهيد، هذا موجود وأثبتت هذه الحادثة وقبلها الكرك وغيرها. فلذلك نحن نفخر بهؤلاء، وكنا نتمنى ألا يسقطوا شهداء، ولكن إن سقطوا شهداء انطلقت الزغاريد، وسمعنا هذا في عزاءات من أقيمت لهم العزاءات حتى الآن، وسمعنا لقاءات مع أباهم وأمهاتهم، كيف أنها أم هذا الشاب القوقازي تبكي وبكاءها وصل عنان السماء في الفيديو اللي سجله التلفزيون الأردني، تنشغ إحنا منقول، ولكنها في ذات الأمر وهي تبكي ابنها وتتحدث عنه، تضع أركان الدولة وتثبتها، تتحدث عن النظام،
تحدث عن الجيش وعن الملك وعن الدولة وعن الأمن وعن الاستقرار. فهذه القصة لازم نفهمها، أن الأردنيين يثبتون بين الحين والآخر صلابتهم، وهذه رسالة للجميع، ترى رسالة للجميع أننا نملك هذه الصلابة. هؤلاء البسطاء من الناس يستطيعوا أن يقدموا الكثير للوطن، وبتمنى على الذين ليسوا بسطاء أنهم يفهموا هذا الشعب وأصالته وطيبته، وأنهم يتعاملوا معه بهذا المنطق. وبدناش تدخل في هذه القصة، لأنه يمنع مفهوم النكاية اليوم. الحس الوطني والضمير الوطني بيخليش عندك نكاية، يعني مش يطلع واحد وتطلع واحدة وسيروا يعبروا عن أيديولوجيتهم وبيستغلين هذا الحادث. والله إحنا لازم نربط الإسلام، وبتحداك يا رزاز تفوت على دور القرآن وتشوف الناس شو بتساوي. هذا استغلال غير مؤدب وغير محترم لحادثة جليلة دقيقة في ظرف صعب، الوطن فيه بيتعرض لهجمة من إرهابيين، والبسطاء من الناس بيقدموا في المتحد الفلاحي البدوي المخيمي شهداء، وبيطلع واحد بيستثمر اللحظة تيعبر على عن أيديولوجيته وخصومته. هذا انتهازية يجب أن تنتهي، وباعتقادي أنه اللحظة كانت أكثر عبقرية وأكثر قيمية من مصالح هؤلاء. برجع مرة ثانية، الرسالة الأولى أننا نملك مخزونا من الشهداء، أما الرسالة الثانية وباعتقادي هذه أعمق رسالة وأكثرها لاعبا كدور في رسم حالة من الطمأنينة والبعد عن القلق، إنه هؤلاء بفكرهم لا حاضنة اجتماعية لهم. إحنا بنحكي عنهم في العرف العشائري تم تشميسهم، بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم، جذورهم وسيقانهم، عائلاتهم كبيرة أو صغيرة، عشائرهم وقبائلهم، موجودين في مناطقهم وفي بيوتهم. الأردنيين شمسوهم، انتهى، مرفوع عنهم الغطاء، ما من دافع عنهم. ولذلك لما فاتت القوة الأمنية على السلط، المجتمع رجع لورا وقال لها تفضلي قومي بدورك، وهذا اللي جرى بالكرك، وهذا اللي جرى بالسلط. وراح تسفر لكم الأسماء لهؤلاء المتشددين على أنهم ابناء عائلات كبيرة، وبالتالي الأردني لما يشوف هؤلاء خرجوا عن الجماعة الوطنية بتركهم وبقول لا، هون المسألة مختلفة. وهذه رسالة عميقة الدلالة، إنه الأردني في كل مكان، وهذا شفناه في مخيم إربد، وشفناه قلت بالكرك، وشفناه بالسلط أول امبارح، مؤشر واضح على أن لا مستقبل لهؤلاء في قدرتهم على أن يؤثروا على العمل بشكل واسع، لأنه ما فيش محضن اجتماعي. بالنهاية علاقتهم مع الدولة ومناكفتهم أمن فردي، إلا إذا سمحنا لهم ينضجوا وتكثر أعدادهم ويعملوا مجتمع خاص فيهم، يتزاوجوا وإنهم محاكمهم، وبالتالي بصيروا مجتمع. هون الخطر، مداموا أفراد والمجتمع مشمسهم ما فيش خطورة منهم، لكن إذا تركناهم وظننا أننا نراقبهم وأصبحوا مجتمع، هون بتصير القصة كبيرة، وبصير نسأل عن الكم والنوع اللي أنشأوا نتيجة هذا التلاحم المجتمعي، فأصبحوا مش عصابة، أصبحوا مجتمع. هون الخطر، وعلى الدولة أن تسأل نفسها هل كانت استراتيجيتها السابقة استراتيجية ناضجة في التعامل مع هؤلاء. وراح أطرح السؤال وراح أحاول أناقش في بعض القضايا، لكن بدي أرجع مرة ثانية التأكيد أن الأردنيين مشمسينهم، ولذلك لا مستقبل لديهم عنا. في مناطق أخرى لا، التحم المجتمع فيهم وقبلوهم واعتبروهم حد أدنى لمواجهة قصة في هذيك البلاد، زي قصة الموصل أو قصتهم في سوريا. فإحنا الحمد لله ما في عنا تناقضات طائفية، ولا عندنا تفصيلات تذهب باتجاه انه حدا يحتضنهم، ولذلك انا مطمن من هذا الجانب. اللي خايف انه يتركوا تحت عين الامن وتصير قصة تصنع على عيني ويتحول لمجتمع، وبالتالي نتعرض لشيء اكبر من هيك لا سمح الله. لكن الرسالة الاهم الثانية هاي مهمة، انه احنا مشمسينهم. السؤال
انتهينا. أنا كنت حاسم العملية، العملية راح تكون محسومة. كنت أتمنى، وهذا سؤال الأمن بيسألوا لبعضه، يعني هم بيسألوا بعضهم، بيحاسبوا بعضهم عن قصة الاقتحام والعملية نجحت ولا ما نجحتش. هذه قضية باعتقاد الأمن، يعني الأمن الأردني خبير في التعامل مع السلفي الجهادي، خبير بالتعامل مع الإرهاب، وسؤال الضحايا وسقوطهم وإلى آخره، هذه أسئلة يسألوها لبعضهم بعدين، وممكن إحنا نسألها بعدين، بس مش هسه والدم فاير. لما يكون الدم فاير بنحكي إنه لازم إحنا يكون الكتف على الكتف والإيد بالإيد. وحكيت عيب تستثمر لحظة زي هاي في مفهوم النكاية، عيب، مش أخلاق هاي ولا قيم. مهما كنت راقي ومتقدم أيديولوجيا وبتعتقد حالك أبو التقدمية في العالم والحداثة، ما بصير تستغل دماء الناس بهذه الطريقة. وبحكي لبعض المفكرين وبعض المثقفين وبعض الإعلاميين اللي بيحاولوا يستثمروا هذه الحادثة في التحريض على فلان وعلان. السؤال الثالث اللي بتطرحه عملية السلط، لماذا نما هؤلاء؟ من أين جاءوا؟ لماذا يترعرعون؟ هسه هم مش منا وشمسناهم، بس كانوا منا وتحولوا وصاروا متطرفين ومتشددين. مين وليش وكيف وشو الشروط والظروف؟ هسه المقاربة الأمنية بتنجح اليوم وبكرة، لكن السؤال هل الدولة درست هؤلاء وفهمتهم؟ وليش صاروا هيك؟ ليش خرجوا عن الجماعة الوطنية؟ شو الأسباب؟ هل العامل ذاتي ولا موضوعي؟ هل عوامل الطرد في الجماعة الوطنية ساعد، ولا عوامل الجذب في الآخرين هو الجذبهم؟ داعش بتسقط بكل مكان، فلماذا يبقون على هذا الفكر؟ هذا سؤال مهم ويجب أن يطرح. وهسه في نظريات كثيرة، اللي بيقول لك بطالة، واللي بيقول لك الغياب الحلول السياسية، المسألة السياسية معطلة، اللي بيقول لك إنه المسألة الثقافية، كلها أنا ضد فكرة نظرية العامل الواحد. في عوامل كثيرة متداخلة، لكن في أسباب خلتهم هيك. وجودهم أحيانا في بعض مفاصل قواعد الدعم، مسألة بتطرح أسئلة أكثر كثافة. طب وين هذول؟ وكيف تتعامل معهم؟ طب ما أنا عارفهم وشايفهم. وعلى فكرة أنا بحكيش عن داعش، وخليني أوسع البيكار وأحكي السلفية الجهادية كلها الموجودة في الأردن تحت رقابة الأمن. عندنا أبو قتادة وأبو محمد المقدسي، أنا بعرف أنه موجود ما يكونوش مسؤولين عن العملية، لكن أو مش متخذين قرار العمل المادي، لكن الفكر هو الموجود. كيف تعاملنا معهم خلال السنوات الماضية؟ استثمرناهم وظنفناهم في قصة محاربة داعش وتركناهم؟ هل بدهم ينفجروا بعبنا؟ هل حاورناهم؟ فيش تجارب في الحوار؟ في تجارب. الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي في مصر عملوا مراجعات ونجحوا، في السعودية عملوا حوارات ونجحوا. هل حاورناهم؟ هل وضعنا المقاربة الأمنية؟ إنها مهمة، لكن أيضا مهمة المسألة الثقافية والحوار معهم والنقاش معهم وتخفيف حدة غلوائهم. واستثمرنا العلماء، عندنا رسالة عمان، إحنا رسالة تقدمية رائعة، وباعتقادي هل ترجمناها؟ هل استخدمناها؟ هل حاورنا الناس هاي؟ كم عددهم؟ ومين هم وليش؟ خبراء بالحركات الإسلامية بتحكي محاض بقول لك العدد كذا، بتحكي محاض بيحكي لك العدد كذا. صلتهم بداعش، صلتهم بالتنظيم برا، صلتهم بالناس الأردنيين اللي طلعوا برا. أسئلة مهمة، ما بدنا نظل إحنا نداهم، بدنا نكسرها أو نجبرها قبل ما تنكسر. لذلك هذا الفكر بحاجة إلى قراءة وقراءة وقراءة عميقة. هل حين ضيقنا على الإسلام المعتدل ظهر الصنم الإسلام المتشدد؟ هذا سؤال مهم. هل حينما فلتنا العقال لبعض المتطرفين في العلمانية أعطوا مبرر لهؤلاء؟ هاي أسئلة يعني مهمة جدا. لذلك إحنا اليوم نتعلم درس كبير ودرس حقيقي، إنه اللي بيصير في البلد يثبت إنه إحنا عندنا ناس بتضحي وقادرة إنها تضحي، وياريت تظلها مستمرة، وياريت ما تكثروش الانتماء في قلوبها نتيجة مسلكيات أحيانا تتعلق بالسلوك السياسي. وأثبتنا إنه شمسناهم ومن هم مش محضن عنا، ولكن الأهم أن نعرف لماذا أصبحوا هكذا، كيف تحولوا، كم عددهم، كانوا أولادنا وصاروا مش هيك، وكيف ممكن نتعامل معهم، وكيف نقدم الآن مقاربة مختلفة بدل ما نظل نجوك حكي وكتاب أعمد بيسولف هون وهذا بهيجن غاد وبنتركهم وبنتشروا وبصيروا أكثر. لماذا لا نقدم مقاربة مختلفة؟ إذا وصلوا للعمل المادي يضربهم،
زي كل الأردنيين امبارح كانوا على قلب رجل واحد يسحقوهم، لكن ليش نوصلهم للعمل المادي؟ ليش ما نجيبهم مرة أخرى ونرجعهم للجماعة الوطنية؟ وهذا السؤال اللي بده بحث ودلالة عميقة، خاصة أن الأردن في مرمى الاستهداف، ولكن أيضا في المقابل الأردن خفت الضغوط عنه بعد انتهاء الأزمة السورية. فخلينا نتعامل مع المسألة بوضوح. يا دولة قدامك مجتمع أحسن من هيك مشمسهم، وبقول لك إذا راحوا للعمل المادي حقهم، لكن بتمنى عليك إنك تجربهم لمسألة الحوار والنقاش وتكسير المفاصل الثقافية. مش بنقول هذول أساءوا فهم الرسالة والدين، بصرهم. طبعا بقول لك مش معي وقت، من تتاركهم وبتراقبهم بتتابعهم من فوق، لهم سنوات ما احنا عارفين وشايفين، لذلك ما دام لهم سنوات اشتغل عليهم، مش تضلك تراقبهم لما بتدروا على العمل المادي بضربهم بدخل المجتمع في توتر. اشتغل هون وهون، واحنا مستعدين كلياتنا نتساعد. اعطي الاكسجين مرة اخرى، انبوبة الاكسجين للاسلام المعتدل، تخنقوش اذا خنقته بيبطل يزاحمهم ولا يدافع معهم ولا يقدر يقنعهم. ولذلك هذه مسائل انا باعتقادي مصيرية وواضحة. ويا مثقفين المعرفة بالحركة الإسلامية والحركات الإسلامية وبالمتشددين وبالمتطرفين، مش دورك بس ينادوك ألو على الفضائية وتحكي رأيك، دورك تكون مثقف بهاي اللحظة، عضوي تشتبك مع هذا الملف وتعمل ضجيج فيه وتقول لازم نخترق هذه الحصون المتطرفة التكفيرية ونحاول إن نبدل ونغير فيها، زي ما أقنعتهم الأدوات التكفيرية تقنعهم الأدوات المعتدلة والأدوات التنويرية. هذا مشروع مهم ووطني وكبير كبير. لأنه بدي أحكي لكم شغلة، أنا عندي قناعة شخصية، روح على أوروبا الآن الدين بحكم فيها المسيحيين، الأحزاب المسيحية بتفوز، ترامب ديني ترى أمريكا سيدة العالم، أقول لك بوتين قريب من الأرثوذكسية، إسرائيل حخاخامات، التدين الله حي جاي، إجا فلان مش عاجبه، فلان عاجبه، تيار مدني، تيار بطيخ أصفر، بدوش الدين يتسرب وموجود. مدام في تدين بدرو على مكان، هذا المكان خليه معتدل، أما تسكر عليه الخيار المعتدل بدرو على التشدد. بس معادلة واحد زائد واحد يساوي اثنين، ألف باء معرفة الانحيازات الأيديولوجية هيك. وفيش داعي تقرأ لمالك بن نبي يا دولة يا أردنية وتشوف كيف إنه الفكرة إذا غابت بظهر الصنم، فيش داعي، ولا تقرأ لأرسطو أفلاطون إنه الفراغ بيعبي الشيطان بس. ولذلك المقاربة لازم نتعلمها اليوم، إنه إحنا عنا شهداء وأبطال وعنا مجتمع ما فيه زيه في الدنيا بشمس أبناؤه لما يخرجوا عن الجماعة الوطنية، بجوز بيحميهم مرات، ها بيحميهم العشائر، بتزعل عشان إذا بدك تحاكم واحد مرات يكون فاسد بتزعل، لكن في قصة الجماعة الوطنية خرج بتشمسه بدهاش إياه، شو بدك أحسن من هيك؟ ضل عليك أنت مدام عندك أمن قوي وفاهم وخبير، دخل مقاربة ثقافية وتعطي أكسجين للإسلام السياسي وتفر من هذول المتطرفين في العلمانية، باعتقادي أنه راح يكون وضعنا أفضل بكثير وينسجم كل ذلك مع شرعية الدولة الدينية التي جاءت أن الحكم فيها قريب من سلالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أكتفي، أذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.